شكلي هسيبها ومش هنكمل، لو فضلت كده مش هتحمل، كل شوية تطلع عيب فيا، ويا ريت العيب ده يكون فيا، دي أي حكاية وهمية بتعملها، ومهما حلف لها مش بتصدق، هي بتنويها وما بتصدق، استفزاز بقى وحاجات من دي، وتقول ليه بتزعق فيا، لو وصلت نبعد انا وهي نوصلها. تعباني وبعديها ودايما